أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى، ونقرأ مقالا بعنوان درس تشرين للكاتب علي حسين. يقول الكاتب من وسط عتمة خطابات الإصلاح والتوازن وألاعيب الغرف المغلقة ووسط غبار المؤتمرات التي لا تغني ولا تسمن، وفي ظل مخطط للقضاء على المتظاهرين، نهض شباب عراقيون ناصعو الضمير يتحدثون فتصدقهم الناس، فتنبعث الانتفاضة من سكونها على نحو أوسع وأجمل وأكثر إصرارا على انتزاع الحق وملامسة المستحيل والإصرار على تحقيق الحلم بالكنس الشامل لكل انتهازي السلطة. ويضيف الكاتب منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول عام 2019 وأحزاب السلطة ظلت تردد أن المحتجين عملاء يريدون خراب البلاد، وسعت إلى شيطنة الاحتجاجات، وخرج ناطق الحكومة عبد الكريم خلف ليعلن أمام الفضائيات أن التظاهرات تمولها أمريكا وحليفتها الصهيونية، وأن الذي سرق أموال العراقيين وأشاع الطائفية والمحاصصة وباع المناصب إنما هم الشباب المعتصمون في ساحات الاحتجاج. تشرين 2019 كان بمثابة الانتفاضة الشعبية التي اختطف شعلتها شباب بعمر الزهور، هذه الشعلة المتوهجة التي تلقفتها الجماهير فتدفقت في ساحات الوطن بعد أن تصور حيتان الخراب أنهم استطاعوا أن يحاصروا روح الاحتجاج والرفض في نفوس العراقيين، حيث قدموا لنا الدرس البليغ بالدفاع عن الحق والتمسك به والاستشهاد من أجله. في مقابل إصرار الشباب على التغيير الحقيقي، كان هناك صراخ السلطة وأحزابها وحالة التلعثم والارتباك والتخبط التي هيمنت على الخطاب الرسمي بشأن مقتل أكثر من 700 متظاهر، ولم يهتم أحد بكشف غموض ما جرى في ساحات الاحتجاج، وهل فعلا كما ذكر السادة الناطقون أنها معركة بين مجاميع خارجة على القانون؟ منذ سنوات ونحن نتحدث عن المؤامرة الكونية التي تلاحقنا ونكاد ننشغل كل يوم في مغامرات التحليل السياسي، لكن يا سادة، من أوصلنا إلى مشهد قتل شباب أبرياء في ذي قارة والبصرة وميسان وكربلاء والنجف، ومن قبله مشاهد مطاردة المتظاهرين في أحياء بغداد؟ من كان يصر على إحراق خيام المعتصمين وخطفهم؟ هل تدرون أنه في كل قضايا القتل والاختطاف لم يحاسب المتسببون، لأن التقارير الرسمية تنكر كل ما يقال عن هذا الموضوع؟ ونقرأ مقالا من موقع الجزيرة نت بعنوان عريس الحمداني المنكوب، لماذا العراقي يفقد حياته دون جريرة؟ إننا هنا أحياء أمامكم ولكننا أموات من الداخل، هكذا يصف عريس الحمداني ريفان إيشوع مأساته وعروسه حنين بعد الفاجعة التي عاشها عندما التهمت النيران في ثوان معدودة صالة الأفراح المقام بها حفل زفافهما. ويقول الكاتب الحكومات العراقية المتعاقبة ورغم الشكل الديمقراطي لوجود أحزاب انتخابات برلمانية فإنها أصلا تخضع لحسابات المصالح والمغانم والحصص للطوائف والقبائل، وهو ما جعل العراق دولة فاشلة أو شبه دولة. المحزن أنه ليست هناك إرادة لإصلاح أحوال البلاد المتدهورة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، فالغالبية تسعى لجني وحماية المغانم والمكاسب ولو على جثة العراق شعبا ودولة. الفاجعة تسلط الضوء بشدة على الفساد والإهمال المستشري في العراق وشيوع المحسوبية والرشا تغييبا للقانون الذي لا تنقصه الضوابط والعقوبات، لكنها غلبة الفوضى والقبلية والمذهبية والطائفية التي تتيح الحماية للمخالفين مقابل مصالح ضيقة ومساومات مقيتة. معلوم أن أعمال البناء سواء كانت عامة أم خاصة، ومنذ الاحتلال الأمريكي للعراق من عام 2003 وحتى عام 2011 غارقة في المخالفات وتخاصم الضوابط المقررة، وتفتقد لشروط الأمن والسلامة سواء من ناحية البناء أو مواده أو التوصيلات الكهربائية
أو توفر مستلزمات إطفاء الحريق مثل هذا الحريق الكارثي بقاعة أفراح الحمدانية. ليس جديدا على العراق وأظنه لن يكون الأخير، فقد شهدت البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام نحو 20,000 حريق طبقا لمصادر عراقية. صنع المحتل قاعدة واسعة للفساد وطبقة كبيرة من المفسدين واللصوص والعملاء، ومكن لهم مثلما فجر النعرات القبلية والنزعات الطائفية والمذهبية وأشعل الصراعات بين الجميع، بما أسفر عن قتل وتشريد وتهجير مئات الألوف من العراقيين على خلفية الصراعات الطائفية والقبلية. في سياق ذاته كتب ماتي كلو: فاجعة الحمدانية هزت المجتمع العراقي من شماله إلى جنوبه ومن جميع قومياته وأديانه ومذاهبه ما عدا أعدائه، ومن خلال هذه الفاجعة برزت عدة علامات الاستفهام حولها، وإلى هذه اللحظة لم يأتي جواب يشفي غليل ذوي الذين سقطوا في تلك القاعة اللعينة، ولا الذين غادروا الحياة في مستشفيات المدن العراقية. ولكن ردات فعل أبناء بغديدة كانت التحدي للطبقة السياسية التي تريد استغلال تلك الفاجعة لكسب سياسي. لا نريد أن نتحدث هنا عن الأرض الزراعية التي شيدت عليها هذه القاعة، ولا عن صلاحية القاعة لإقامة الحفلات والمناسبات منذ تشييدها إلى الآن، لأن هذا كما يردد السياسيون العراقيون متروك للقضاء، ولا نريد هنا أن نفضح القضاء العراقي لأن أوراقه أصبحت مكشوفة ومتسخة. إن هذه الفاجعة ومنذ وقوعها تم اتهام صاحب القاعة بهذه المأساة، وخلال 20 عاما الماضية أصبح جميع العراقيين يعلمون جيدا أنه ليس باستطاعة أحد من الأشخاص أن يستولي على أي شبر من الأراضي الزراعية أو مملوكة للدولة وتحويلها إلى أرض صناعية أو تجارية أو سكنية، إلا إذا كان هناك ما يدعم هذا الشخص ويستحصل له الموافقات لقاء كسب مادي، وهذا لا أحد يستطيع القيام به في العراق بعد عام 2003 إلا من كان من الأحزاب والميليشيات التي تملك السلاح والمال والتي تتحكم في مفاصل الحياة كافة. إن مواجع قضاء الحمدانية تزداد يوماً بعد آخر بعد أن سيطر فصيل 50 على هذه المدينة، وهدفه في التغيير الديمغرافي والسيطرة على كافة مفاصل الحياة في هذه المدينة ومحاولة تغيير قائم مقام قضاء الحمدانية ومدير البلدية بقوة السلاح والمال. وإلى صحيفة الميثاق الوطني ونقرأ مقالة للكاتبة ثائرة أكرم العقيدي: لا معنى للحرية في وطن مجرموه أحرار. مع استمرار الحكومة العراقية لمسلسل الاعتقالات بحق الصحفيين والناشطين في العراق لزرع الخوف وتثبيت الأنظمة الدكتاتورية وانعدام الحرية وفي التعبير على أرض الواقع، في ظل سياسات تكميم الأفواه ومحاملة صناعة الدكتاتورية المتتبع لسلوك الحكومة العراقية خلال السنوات والشهور الأخيرة، يلاحظ أن قمع كل صوت معارض مهما كان خافتا أصبح نهجا لا يستثني أحدا. السجون العراقية مكتظة بآلاف السجناء والمغيبين قسرا، وتتضارب الأرقام حول أعدادهم الحقيقية. فعقب الاحتلال الأمريكي عام 2003 سيطرت العشوائية على نظام الاعتقال والمحاكمة والتحقيق فضلا عن اعتماد المخبر السري وبقاء أعداد من المعتقلين بدون محاكمة واستغلال السجون لتصفية الحسابات السياسية. لقد أمست السجون العراقية اليوم تمثل مصادر ثراء وتمويل للأجهزة الحكومية، حتى إن منصب إدارة السجن بات يباع بمبالغ كبيرة بين الأحزاب لما يمثله من مصدر تكسب مهم في ظل غياب القانون والرقابة، حتى أصبحت إدارة السجون التابعة لوزارة العدل من أكثر أجهزة الدولة فسادا. لكن قلة قليلة تتحدث عن هذه المأساة، لذا فلن تراها كثيرا في الإعلام. هناك مافيات وميليشيات تابعة للأحزاب تهيمن على ملف السجون، لذا فإنه يصعب إصلاح الوضع داخل المعتقلات، خصوصا أن هناك شخصيات كبيرة ومتنفذة تستثمر في هذا الملف. وتؤكد المعلومات وجود حالات تعذيب وإساءة في التعامل والابتزاز كوسائل لانتزاع الاعترافات،
إذ يعترف القضاة والمحامون والأطباء العراقيون بانتشار مثل هذه الأعمال، فضلاً عن روايات الضحايا التي لا تترك مجالاً للشك. تحت عنوان كيف تفقد فرنسا صوتها في العالم، قالت مجلة لوبوان الفرنسية في افتتاحية لها، قالت إن سياسة إيمانويل ماكرون الخارجية تعاني من التناقضات وأخطاء التحليل، وعليه فإن التجديد الدبلوماسي أمر ملح. وتساءلت لوبوان عن دلالات تجنب إيمانويل ماكرون الذهاب هذا العام إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو التجمع الدبلوماسي الرفيع الذي يعقد كل عام في سبتمبر في نيويورك، فهل لم يعد لديه ما يقوله لأقرانه وفي وقت ينهار فيه العالم في كل مكان، وذلك في وقت تشهد فيه سياساته الخارجية خيبات أمل هذه الأيام. ويعد الإعلان يوم 24 من أيلول سبتمبر المنصرم عن الانسحاب المثير للشفقة للقوات الفرنسية من النيجر بعد مالي وبوركينا فاسو أحدث إخفاقات الدبلوماسية الفرنسية. العلاقة بين باريس وبرلين تعرف خلافات في المواقف من الطاقة إلى الدفاع، بما في ذلك إعادة التصنيع أو القيود المفروضة على الميزانية الأوروبية. وفي لبنان البلد القريب من فرنسا والذي كان حجر الأساس لسياستها في الشرق الأوسط، أدى عدم تناسق الدبلوماسية الفرنسية بعد انفجار بيروت 2020 إلى خلافها مع الجميع. ومع ذلك فإن ذلك لم يكسب الفرنسيين استحسان أسياد البلاد الحقيقيين إيران وحزب الله. أما المغرب فلم تعد العلاقة الخاصة التي رعاها كل أسلاف ماكرو مع الرباط موجودة، فحتى رجال الإنقاذ الفرنسيين لم يعودوا موضع ترحيب في المملكة. تواصل لوبوان القول إن الرئيس الفرنسي يعيش خاصة التجربة المريرة المتمثلة في صعوبة اللعب في الدرجة الأولى، بينما يقود بلدا أصبح الآن في مستوى الدرجة الثانية، فالوزن الاقتصادي والصناعي لفرنسا يتراجع نسبيا وآفاقها السياسية قاتمة. هناك كثير من العوامل التي تقوض نفوذها. من هذه المقالات نذهب سريعا إلى صور الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. العراضة استعراض غنائي سوري يمتزج بعادات الأردن، وهي أسلوب غنائي استعراضي لم يكن للأردنيين أن يسمعوه ولا أن يشاهدوه في مناسباتهم وحفلاتهم قبل ثورة سوريا عام 2011 إلا بالحدود الدنيا أو عبر شاشات التلفزة، ولكنه أصبح تقليداً مستحدثاً يمتزج بعاداتهم. تلك هي العراضة السورية أو ما تعرف بالعراضة الشامية، والتي انتقلت إلى المجتمع الأردني كأحد عوامل
من تأثير لجوء السوريين إلى المملكة تحت وطأة حرب لم تسلم منها أبسط جوانب الحياة وطالت المادية منها والمعنوي. وبحكم القرب الجغرافي والترابط الديمغرافي بين الجارتين سوريا والأردن، كانت المملكة من أكثر الدول تأثراً لما تشهده سوريا، إذ يستضيف الأردن على أراضيه ملايين المهاجرين. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. كانت أسلحة الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف بالروبوتات القاتلة مادة يسخر بها الخيال العلمي وأفلام هوليوود الأمريكية، لكنها اليوم أصبحت أمراً واقعاً في عالمنا، وبدأ استخدامها في الحروب ليس من زمن بعيد. فما هي أسلحة الذكاء الاصطناعي؟ وكيف غيرت أشكال وأساليب الحروب التقليدية؟ ما هو مستقبلها؟ ولماذا تحذر منها دول بينما تستثمر فيها دول أخرى؟ باختصار إليكم التفاصيل. أسلحة الذكاء الاصطناعي هي أجهزة ذاتية الحركة تستطيع تنفيذ مهمات معينة وبشكل دقيق. نتحدث هنا عن الطائرات المسيرة أو الدبابات وغيرها من الأسلحة الكثيرة التي تعمل من دون تدخل بشري. في السابق استخدم الروبوت أو الإنسان الآلي في مجالات عدة لا سيما الصناعية منها، كروبوت يقوم بوظيفة محددة في مصنع للسيارات، لنقل تجميع قطع السيارة بينما يركبها رجل آلي آخر. ومع سرعة التطور التكنولوجي أدخلت برامج الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة النظم العسكرية التي أصبحت تعرف بالروبوتات القاتلة. هذه مثلاً دبابة روسية من طراز يوران 9 يتم التحكم بها عن بعد، وتحوي أدوات استطلاع متطورة إضافة إلى مدفع آلي وسلاح رشاش وصواريخ موجهة. أما هذا فيعرف بالكلب القاتل، وهو عبارة عن كلب آلي يحمل بندقية هجومية أنتجته شركة أمريكية تدعى Ghost Robotics. وهذه طائرة هاربي الإسرائيلية يمكن برمجتها للطيران إلى منطقة محددة لتدميرها باستخدام رأس حربي شديد التفجير. ويحكي فيلم Salter Robots أي مذبحة الروبوتات الصغيرة قصة سرب من الطائرات المسيرة بحجم الطيور يمكنها البحث عن شخص معين وقتله، ولأنها صغيرة الحجم وذكية فلا يمكن تدميرها بسهولة. ومن غير المستبعد أن تتسلل هذه الطائرات من الخيال إلى الواقع كما فعلت صنوف كثيرة من أسلحة الذكاء الاصطناعي. وتعتبر الأسلحة المستقلة أو الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل الثورة الثالثة في مجال الحروب بعد البارود والأسلحة النووية، استخدمت في ليبيا عام 2020 إذ كشف تقرير للأمم المتحدة عن استخدام تركيا طائرة كارغو 2 في الحرب الليبية، ودمرت الطائرة أهدافاً حية بشكل مستقل أي من دون تدخل بشري، مسجلة بحسب التقرير حدثاً يعتبر الأول من نوعه في العالم. وفي العام نفسه اغتيل عالم الذرة الإيراني محسن فخري زادة بواسطة رشاش آلي أو روبوت قاتل تم التحكم فيه عن بعد من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز، مشيرة إلى أن الرشاش وضع داخل مركبة شائعة الاستخدام في إيران وتم تفخيخه بطن من المتفجرات لإتلاف الأدلة لاحقاً. بينما تكفلت سيارة مراقبة أخرى بملاحقة موكب فخري زادة وتأكدت من هويته، ثم أعطت إشارة إلى غرفة العمليات في تل أبيب لتنفيذ عملية الاغتيال. وفي حربها ضد أوكرانيا زجت روسيا بطائرة كوبلا من دون طيار، ويمكن للطائرة تفجير نفسها في الهدف كما يفعل أي انتحاري، وهي من تصنيعة شركة كلاشينكوف. وجعلت روسيا من الذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية، إذ قال الرئيس فلاديمير بوتين مرة إن من يصبح رائداً في هذا المجال سيكون حاكم العالم. وشجع بوتين بلاده خلال مؤتمر رحلة الذكاء الاصطناعي على إدخال هذه التكنولوجيا في جميع المجالات. وتغير هذه الأسلحة الفتاكة شكل الحروب التقليدية لأنه من خلالها يمكن الاستعاضة عن العنصر البشري في المعارك العسكرية.
وبهذا تنتهي فقرات صدى الأقلام لهذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.